السلام عليكم. منذ صباح الباكر فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، وبدأ الناخبون بالتوافد إلى تلك المراكز للإدلاء بأصواته. منذ أن فتحت تلك المراكز بدأنا بتغطيتنا لهذه الأحداث، ونحن الآن مستمرون معكم فيها. سنتابع تقرير للزميل مهند محمود أعده لنا حول الانتخابات من إقليم كردستان، ثم نكمل معكم. بدأت جد السابعة صباحاً موعد الانطلاق نحو الاقتراع، ومنها إلى إقليم كردستان وتحديداً إلى نيتشرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، الذي أدلى بصوته معلناً انطلاق الرحلة نحو القادم إلى البرلمان ومن الحكومة إلى المواطنين قدماً، حيث توجه الآلاف في أربيل والسليمانية ودهوك إلى مراكز الانتخابات. والله إجراءات جيد جدا، والأمور زينة إن شاء الله، وهدوء وجاري على مستوى حلو إن شاء الله. إن شاء الله نكمل انتخاباتنا، والحمد لله والشكر على كل حال. نحن نختار الأفضل الذي يغير لنا الحال، وماضونا كلنا للتغيير إن شاء الله، ونختار الأفضل. إلى ذلك أكد عدد من المواطنين النازحين إلى إقليم كردستان وغيرهم إلى ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات، كونها تمثل انتقالة نوعية نحو تفاؤل بتشكيل حكومة توافقية بعيدا عن أي مسميات. بشكل عام هو الانتخاب دي يصير يعني أمور جيدة، بس للأسف احنا مثلا هسه احنا جماعة بغداد قالوا تقدرون هنا تسوون بالمدارس ثلاثة، جينا دورنا ماكو، ما لقينا أي شيء اسمه، فيدزونا مناطق أخرى يعني شوية بها صعوبة صراحة أقول. هذا وبحسب الإحصائيات فإن العدد الكلي للمراكز التي خصصت لأربيل كان 498 مركزا توزعت ل 2563 محطة بمشاركة 1,000,000 ناخب، إضافة إلى 16,000 نازح من المهجرين. إذن افتتحت مراكز الاقتراع في مدينة أربيل أبوابها عند الساعة 7 صباحا بمشاركة أكثر من 1,200,000 ناخب، بالإضافة إلى عدد كبير من المهجرين. هذا ومن المؤمل أن تستمر الانتخابات حتى الساعة 6 مساء. لقناة الفلوجة مهند محمود، أربيل. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، وسينضم معنا تباعا مراسلونا من كافة المحافظات العراقية، لكن الآن سنبدأ مع مراسلينا من بغداد وكذلك من الأنبار. معنا من بغداد فراس الدليمي، ومن الأنبار سلام خالد. سأبدأ معك فراس. مرحبا فراس، منذ الصباح الباكر توافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع، كيف هي نسبة إقبال المقترعين الآن بعد ساعات من فتح المراكز؟ نعم، يعني حقيقة أنا أتواجد الآن في فندق الرشيد في قاعة الزوراء المخصصة لاقتراع المسؤولين والسياسيين هنا في المنطقة الخضراء. إلى الآن يعني توافد عدد كبير من المسؤولين الكبار، قد أدلوا بأصواتهم ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وأيضا رئيس ائتلاف دولة القانون، وأيضا وزير الرياضة والشباب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبعض الوزراء الآخرين، وأيضا بعض النواب، وما زالوا مستمرون هنا تباعا يصلون من أجل الإدلاء بأصواتهم خلال هذه الانتخابات. وأيضا لربما يعني أنا لم أخرج إلى الشارع الآن لكي أشاهد الحركة أمام مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بغداد، لكن ما زال الوقت مبكرا، يعني لربما تدريجيا يعني اتصلت بعدد من الصحفيين الزملاء، قالوا ما زالت الحركة يعني ضعيفة، ليس بالمستوى المطلوب، لكن يتوقعون يعني بعد يعني ساعة أو أكثر لربما أو ساعات العصر تكون يعني الذروة وخروج العوائل والناخبين متوجهين إلى صناديق الاقتراع، خصوصا أن الجو أيضا لربما يساعد أو لا يساعد في الخروج، لأنه كانت هناك أمطار أيضا غزيرة قبل قليل في العاصمة بغداد، وبالتالي يعني لربما هذا أيضا عامل يؤخر خروج الناخبين إلى مراكز الانتخاب.
أيضا يعني أعتقد هناك دعوات يعني الآن أنا أشاهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع يدعو المواطن من أجل الذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل التغيير، حيث الجميع يعني يصر على أنه لا يوجد تغيير بدون أن يذهب المواطن أو الناخب من أجل الإدلاء بصوته. لكن أعود إلى هذه القاعة، يعني ما زال هناك عدد من المسؤولين والنواب الآن يتوافدون إلى هذه القاعة من أجل التصويت والإدلاء بأصواتهم. هنا كما تلاحظ هذه القاعة وهؤلاء نواب وبعض المسؤولين هنا في المنطقة الخضراء مستمرون في الإدلاء بأصواتهم. نعم، انطباعات السياسيين حول المشاركة في الانتخابات، هناك تصريحات خرجت لبعض السياسيين تدعو المفوضية للحذر من التزوير، كيف رصدت هذه الانطباعات؟ نعم، يعني الجميع اليوم تحدث عن المفوضية ضرورة أن تعمل بشكل مهني وحيادي بعيدا عن أي تأثير سياسي هنا أو هناك من أجل المحافظة على أصوات الناخبين وعدم التلاعب بهذه الأصوات، لأنها حق مشروع للمواطن أيا كانت النتائج. لكن يبدو يعني أن هناك أيضا جهات سياسية وأحزاب متنفذة صرحت منذ يومين بأنها سوف تطعن بنتائج هذه الانتخابات وتطالب بأن يكون العد والفرز يدوي غير إلكتروني، وهذه يعني حقيقة لا نعرف أسبابها، هل هو تخوف من عدم الفوز، هم هو توقع بأن النتائج سوف تكون سلبية لهذه الجهة أو هذا الحزب، وبالتالي يعني هناك مخاوف من أن تكون ايضا يعني بعض الجهات تحاول عرقلة سير الانتخابات وتعطيل هذه الأجهزة من اجل الاتجاه نحو التصويت اليدوي والعد والفرز اليدوي، وهذا ما حقيقة نفته وأصرت على ان يكون العد والفرز الإلكتروني والتصويت الإلكتروني. هذا بالنسبة لي يعني بيان مفوضية الانتخابات التي أصرت على أنه مهما تكون سوف يبقى التصويت والعد والفرز الإلكتروني. طيب فراس، وأنت في المركز الاقتراعي الخاص بالطبقة السياسية، هل حدثت أي خروقات أي أخطاء أثناء عملية الانتخاب، توقف أجهزة، تعطل بعض الأجهزة ربما؟ يعني إلى الآن لا توجد أي مشاكل تقنية أو فنية هنا في هذا المركز، خصوصا أنه لا يوجد عليه زخم كبير من قبل السياسيين، يعني بين فترة وأخرى يأتي سياسي أو اثنين، فلا يوجد يعني زخم على هذه الأجهزة، حيث هذه الأجهزة أنا سمعت قبل قليل من الزملاء في المراكز الأخرى بأن الكثير من المحطات قد أغلقت بسبب توقف الجهاز أو الأجهزة، وهناك أجهزة أيضا أخرى لا تقرأ يعني بيانات بطاقة الناخب، وبالتالي هذا الأمر يعني سوف يعني يسبب إرباك في عمل المفوضية وفي سير العملية الانتخابية، إضافة إلى أنه سوف يجعل المواطن ينتظر لساعات طويلة من أجل الوصول إلى الجهاز أو إلى الحاسبة التي تقرأ البطاقة الانتخابية. هذه يعني حقيقة سوف تبقى هذه الأمور اللوجستية يعني في ملعب المفوضية، كيف تستطيع أن تجد حلول سريعة لهذه المشاكل التقنية والفنية، خصوصا أنه هذا الجهاز عندما يعمل لساعات طويلة ترتفع حرارته ويتوقف عن العمل. طيب قبل أن أنتقل إلى سلام فراس، أود أن أسألك في طريقك إلى هذا المركز الانتخابي الخاص بالطبقة السياسية، هل لاحظت هناك فروقات بعملية حماية هذا المركز الأمني باعتبار أنه خاص بطبقة سياسية؟ لا أكيد، يعني الانتشار الأمني مكثف والقوات الأمنية قد قطعت جميع الطرق طبعا المحيطة بالمراكز الانتخابية، وكانت جميعها مؤمنة منذ ليلة أمس، هناك قطوعات حصلت
يعني قرب هذه المراكز لا تسمح بمرور العجلات، فقط المارة سيرا على الأقدام، وبالتالي هناك تأمين كبير وجيد بالنسبة للوضع الأمني للقوات الأمنية والمراكز الانتخابية. لكن يبقى موضوع حقيقة الوصول إلى هذه المراكز، هناك مناطق يعني تبعد عن المواطنين، المراكز الانتخابية تبعد مسافات طويلة حقيقة، وكانت هناك دعوات من قبل المواطنين بأن تجهز قيادة العمليات سيارات خاصة من أجل نقلهم إلى هذه المراكز. أشكرك حتى هذه اللحظة، ابقى معنا فراس. أنتقل إلى سلام خالد. مرحبا بك سلام، كيف هو إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع الآن؟ أنت في الفلوجة. نعم محمد، كما تعلم أن في بادي الأمر وفي الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كان يعني سوء الأحوال الجوية قد منع العديد من الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع اليوم في الأنبار، ولكن الرشقات المطرية تذهب وتعود. الآن بعد أن أصبح الجو مناسب، هناك كثافة في أعداد الناخبين الذين يتوافدون إلى مراكز الاقتراع. مصادر في مفوضية انتخابات الأنبار أكدت افتتاح كافة المحطات والمراكز الانتخابية في الأنبار، ولكن هناك أرقام من قبل مراقبين للانتخابات يتحدثون عن عطل أصاب 180 محطة اقتراع في الأنبار. المفوضية أصدرت كذلك قبل قليل بعض الإحصاءات، وهي أن عدد وكلاء الكيانات السياسية التي تقوم بمراقبة الانتخابات هو 30,056 شخص وكيل كيان سياسي يراقب الانتخابات في الأنبار. أما المنظمات فكان عدد المسجلين والذين يراقبون الانتخابات 19,775 بواقع 41 منظمة. وصلتنا شكاوى من العديد من المراقبين عن عطل قد أصاب العديد من محطات الاقتراع في الأنبار، محطات فتحت يعني بعد الساعة 8 وبعد الساعة 9 وبعد الساعة 10. هناك العديد من الناخبين لم يصلوا إلى مراكز الاقتراع بسبب حظر التجوال. السيارات التي تحمل تخاويل أمنية ليست كافية لأعداد الناخبين، الإجراءات الأمنية لا تزال مشددة، الحركة فقط للراجلة. هناك تذمر من بعض الناخبين من بعد والمسافة الطويلة بين منازلهم وبين مراكز الاقتراع. هناك تشابه في عدد من أسماء المدارس، مثلا مدرسة الفلوجة الابتدائية وإعدادية الفلوجة، فالكثير من يذهب إلى الإعدادية يحسب أنها المدرسة ذاتها، وبالتالي عندما يعلم أنه ليس مكان الاقتراع خاص به يعود إلى المنزل. هناك شكاوى من قبل إعلاميين لا يسمح لهم بالتصوير في مراكز الاقتراع. هناك تذمر من قبل بعض مراقبي الكيانات السياسية من منعهم من دخول بعض مراكز الاقتراع، ولكن لحد الآن لم تصدر المفوضية أي تقرير عن يعني أعتقد الساعة 12 ظهرا المفوضية ستصدر تقرير أولي عن سير عملية الاقتراع في الأنبار. نعم محمد. طيب سلام، ماذا عن النازحين في محافظة الأنبار الذين لا زالوا في الخيام؟ هل هناك معلومات أوفى عن عملية انتخابهم؟ ربما لهم وضع خاص حددته المفوضية. محمد، قبل أتحدث عن موضوع النازحين، قبل ساعة ونصف من الآن قطع الانترنت عن شبكات الاتصالات، يعني خدمة 3G تم إيقافها في عدد كبير من مناطق الأنبار ومنها الفلوجة. ونحن خرجنا من مركز الاقتراع والآن يعني نتواصل معكم مع طريقة بديلة للتواصل بسبب انقطاع الانترنت عن شبكات الاتصالات 3G. أما بما يخص النازحين، وردت شكاوى صباحا عن عدم وصول مراكز الاقتراع أو محطات الاقتراع إلى مخيمات المدينة السياحية. الكل يعلم أن تصويت النازحين هو تصويت مشروط، الاعتماد على هويتها المدنية والمستمسكات الأخرى بدون وجود بطاقة ناخب أو أجهزة تحقق، ويكون تصويت مشروط، وبالتالي سيكون العدوى الفرز يدوي. الكثير من المراقبين لم يصلوا إلى مراكز النازحين بسبب بعدها، إضافة إلى حظر التجوال والتخاويل كانت محدودة بالنسبة لحركة المراقبين من الكيانات والمنظمات.
حتى اللحظة شكرا لك سلام، ابقى معنا، سنعود لك في أوقات لاحقة. نذهب إلى ذي قار وسعد الركابي. مرحبا سعد. مرحبا محمد. أهلا مرحبا بك. زميلي أحمد محمد وعلى مستمعيك ومشاهديك الأكارم. أهلا بك سعد، ما هي الأجواء لديك؟ ما هو كيف ترى إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع؟ كيف هي الخطة الأمنية؟ وضح لنا بشكل أكبر. نعم، في ذي قار تم وضع خطة أمنية متكاملة من قبل قيادة عمليات الرافدين. تم قطع جميع الطرق النيسمية والطرق المؤدية إلى مركز محافظة ذي قار والأقضية والنواحي. في محافظة ذي قار 1,253,000 ناخب متوزعين على 436 مركز اقتراع، ضمنها 2,709 محطة اقتراع. شارك في هذه يعني هذا العرس الانتخابي وبهذه الأجواء ما يقارب 13,500 موظف اقتراع من قبل مفوضية الانتخاب. هذا اليوم في مركز محافظة ذي قار كانت نسبة الإقبال ضعيفة، تقريبا وصلت نسبة إلى أكثر من 15% في مركز محافظة ذي قار. أما في أقضية ونواحي محافظة ذي قار فقد وصلت نسبة التصويت إلى 30%. هناك ضعف يعني تقريبا في التصويت العام من قبل أبناء محافظة ذي قار. قسم من هؤلاء يعني أبناء محافظة ذي قار يريدون أو يرومون تغيير الوجوه التي طالما حكمت العراق منذ يعني 2003 ولحد هذه اللحظة. أما القسم الآخر فبقي على يعني تمسكه بعدم الانتخاب ويعني مقاطعة الانتخابات بشكل عام. أما بخصوص الآن وبحسب تصريحات قيادة عمليات الرافدين فقد بدأ الآن الرفع حظر التجول من محافظة ذي قار بعدما بدأ منذ الساعة 12 من ليلة البارحة. الآن تقريبا قسم من محافظة يعني قسم من أقضية ونواحي المحافظة بدأت بالسير إلى مركز المدينة. قسم منهم يعني مراكزهم الانتخابية تكون داخل مركز المحافظة ليس في الأقضية والنواحي. طيب. وتبقى ريحة هذه اللحظة في منتصف هذا اليوم نسبة الإقبال ضعيفة جدا في محافظة ذي قار. نعم. وعموم أقضيتها ونواحيها. ابقى معنا سعد الركابي، شكرا لك لمشاركتك معنا، ابقى معنا لتزويدنا بآخر التطورات من ذي قار. نذهب إلى أربيل ومهند المحمود. مرحبا مهند. أهلا وسهلا. أهلا بك مهند، كيف هي الأجواء عندك؟ الناخبين، الخطة الأمنية المفروضة. نعم. التوافد على مراكز الاقتراع. نعم، إذا ما قسمنا الأمر بشكل سريع فإن الخطط الأمنية فرضت منذ يوم أمس في كل من محافظة أربيل والسليمانية ودهوك بإشراف مباشر من المحافظين الثلاث ومدراء الشرطة لكل محافظة. هاي فيما يخص المواضيع الأمنية، وتوزعوا على سايش في كل زقاق ومحلة ومنطقة حتى يأمنون العملية الانتخابية للمشاركة في الانتخابات. طبعا مثل ما هو معلوم 1,200,000 ناخب فقط من مدينة أربيل يصوتون اليوم للانتخابات البرلمانية، إضافة إلى 16,000 ناخب من المهجرين المتواجدين في مدينة أربيل ومخيمات النزوح. يعني ما يثير القلق، هناك جملة من المشاكل التي تواجه الآن الناخبين سواء كانوا أبناء هذه المحافظة أو محافظات الإقليم أو حتى المهجرين. في عاجل 47 محطة انتخابية الآن توقفت في زاخو، في مدينة زاخو، وسبع مراكز انتخابية توقفت في هذه اللحظة في سوران، إضافة إلى عطل سبع أجهزة في مركز واحد من أصل 10 أجهزة موجودة في مركز في مدينة أربيل. إذن هذه الأمور التقنية والفنية التي لم تراعي الحجم الخطر الذي أو التحول الذي من المفترض أن يشهده العراق باتجاه جديد لربما مهند. ستعطي للأمر انطباع سيء لمسناه على أرض الواقع ومن خلال ما ترونه سيف إذا انفر الكاميرا. ما ترونه ما هذه الأسماء لم تجد من يبحث عنها. التقينا بالعديد من المواطنين في تقارير عملناها ستصلكم خلال دقائق من الآن حول المشاركة التي لم تلاقي نتيجة بعد عدم وجود أسماء المشاركين أو الناخبين في هذه المراكز، وبالتالي هذا يعطي انطباع يعني لا يبدو بالجيد إلى حد هذه اللحظة. إذا ما عدنا إلى أبناء محافظة أربيل فلربما
التزاحم حول أو للوصول إلى مراكز الاقتراع هو واضح، لكن المشكلة الآن تكمن بالمهجرين. يعني هناك مشكلة كبيرة لم تراعى فيما يخص عمل الأجهزة التي كانت قبل أن نذهب إلى المهجرين. مهند كبيرة ينضم معي الآن لو سمحتم، لو عندي دقيقة. جيد. أحد المشاركين، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو أركان إسماعيل، دولة طلب عن قدة الجبوري، أحد زعماء قبيلة جبور من محافظة صلاح الدين، رئيس مجلس عشائر الساحل الأيسر. والنعم شيخنا. شيخ، يعني لا يبدو الأمر بالجيد، هناك قلق بالنسبة للمشاركين في العملية الانتخابية، أسماء لا توجد، بالنسبة للمهجرين مشاكل عديدة، يعني كيف ستحل؟ يعني ما الذي من المفترض أن يحدث في هذه الساعات المتبقية؟ أيضا حدثت هذا في التصويت الخاص. أقفلت، نعم أقفلت، وأرسلت إلي فيديوهات أنا أحد المتابعين وأحد النازحين من محافظة صلاح الدين. ولكن أولا أحيي قناتك، هذه قناة الله يسلمك. الله يسلمك. يعني الله يسلمك. قناة الفلوجة قناتكم كلكم. نعم، وقناة الفقراء، وتحياتي لكم. ولكن النازحين هبوا بكل عوائلهم وحتى أطفالهم. المشكلة أنهم ما لقوا أسماءهم بهاي المراكز. نعم، أكو، لا أكو، أنا واحد من الناس إجيت قالوا لي اسمك في المحطة الفلانية في شارع 100، فأيضا أنا أتوجه، لازم ألقى اسمي ما دام أنا جاي أريد التغيير، وهذه الثورة البنفسجية. تصور بأنه الثورة قادمة نحو التغيير لبناء عراق بعيدا عن المؤسسات الطائفية المقيتة التي أقحمت العراقيين طوال 15 سنة في مآسي كبيرة. نعم، التغيير لابد منه، ولكن من خلال قناتكم أحذر مفوضة الانتخابات عليها بأن إعلان النتائج خلال 24 ساعة، وإلا لم تعلن النتائج خلال 40 ساعة، فإذا نعم سوف نكشف الأمور بأن هناك بيع وشراء في الأصوات، ولكن كما أوعدتنا المفوضية أن تعلن النتائج خلال 24 ساعة. إن شاء الله. شكرا جزيلا لمشاركتك، ما أخذ من وقتك حتى تلقى اسمك. أهلا وسهلا شيخ. إذن هذه المشاكل لربما أو المعوقات التي استمعنا لها من أحد الشيوخ هي موجودة على أرض الواقع فعلا في المراكز والمحطات الانتخابية. نعم. مهند، تكلمت عن النازحين كيفية عملية اقتراعهم، كنت أود أن أسألك يعني في باقي المحافظات هناك اقتراع خاص للنازحين، في أربيل كيف هو اقتراع النازحين؟ هل يسمح له بالقدوم إلى مراكز الاقتراع أو هناك مراكز خاصة فقط بالنازحين؟ لا 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 لا، هناك مراكز خاصة للنازحين يعني متواجدة كحال المراكز التي تعنى بأبناء محافظة أربيل. يعني هنا مدرسة وهنا مدرسة، هذه للنازحين وهذه لأبناء المحافظة. أو مثلا في هذا المركز اللي احنا واقفين جنبه في ناحية عينكا والتابعة لمحافظة أربيل، في بابتين، باب خاصة مثل هذه الباب للنازحين، وباب أخرى لأبناء ناحية عينكا. والمشكلة نعيد ونذكر تكمن بالأجهزة التي اضطرت، طبعا هناك أيضا عاجل بأن هناك مراكز اضطرت لإجراء العد اليدوي أو ما شاكل ذلك، أو إجراء العملية بشكل يدوي بعيدا عن الأجهزة التي خصصت. هذه المشاكل لربما ستكون كبيرة وقد يدفع العراقيين ثمنها نتيجة هذا اللي حصل. نعم. طيب مهند، أشكرك حتى اللحظة، سنعود معك في نشرات وتغطيات لاحقة إن شاء الله. وأشكر باقي مراسلينا من بغداد فراس الدليمي وسلام خالد من الفلوجة، وكذلك من ذي قار سعد الركابي. السابعة من صباح اليوم، الاقتراع الرسمي للانتخابات البرلمانية في عموم مدن العراق. نحن متواجدين اليوم في أحد المراكز المخصصة للنازحين في عنكاوة، يعني رغم الأمطار الغزيرة، وكذلك يعني نشوف يعني إقبال ضعيف في الساعات الأولى في هذا المركز الانتخابي. راح نأخذ يعني مجموعة من اللقاءات ونشوف يعني آراء المواطنين حول هذا العرس الانتخابي. خليكم يعني أعزائي المشاهدين، يعني وصول أول المقترعين في أو الناخبين في هذا المركز. السلام عليكم. عليكم. شلونك يعني اليوم؟ جو مطر ما شاء الله. نعم ان شاء الله. حضرتك منين؟ من موصل. يا ميت هلا. يا لو انت اسمك هنا بهذا المركز؟ والله دا نشوف، ما موجود. دا اشوفك، دا تتابع بال ما بس ما موجوده. زين اذا ما موجود ايش راح تسوي؟ والله ما اعرف يعني وين، اكو غير مراكز لو ماكو. نعم اكو غير مراكز. شلونك حجي؟ حبيبي عينتين يا ربي. لقيت اسمك؟ هسه وصلت، ها هسه دا باع وشيك.
نعم. حضرتك منين؟ من عنكاوة، من شقلاء وساكن عنكاوة. نعم. شارك اليوم الانتخابات؟ طبعا اكيد. بس على الكاميرا بلا زحمه عليك. اهلا وسهلا. حددت البطاقه مالتك؟ اكيد. نعم. مصير يعني على الانتخابات اليوم؟ اكيد. والله داخل ندور اسمانا ماكو. ليش ماكو؟ ماكو اسمانا والله ماكو، ندور بالاسماء ماكو اسماء. عشان. والله دورنا المراكز كلها مطشريها، احنا قالوا لنا على اسم مركز خصونا البطايق ام الصوره. نعم. ومركز شو اسمه يم التربيه. نعم. ورحنا اسمانا ماكو، بس جانا اختار بالمراكز ماكو. زين هسه اذا اشوف يعني هاي الاسب بال يعني مخلي لكم الاسماء مالكم بالقاع؟ بالقاع. نطير هالمطر نطير هالمطر. نعم. هي هاي مهزله يعني، يعني مو مهزله هاي. نعم. يعني على حتى راح يروح صوتك. مو يروح صوتنا، راحت اصواتنا ماكو، هسه احنا نازحين وندور اسمانا ماكو. نازح منين حضرتك؟ من صلاح الدين. اي من الاربعه قاعدين. نعم. حتى عندنا قلق يعني بس نريد ان شاء الله. زين والحاله هسه اذا اسماءكم ما موجوده ايش راح تسوون؟ والله مشكله المفوضيه يعني خربطه. نعم. هي طبعا خربطه. يعني انتم تذبون اللوم كله على المفوضيه. طبعا عدوا على من هو خما على المهجرين طايح حظه. والله احنا حتى لو حالو بنجي ننتخب حتى نغير من الوضع هذا اللي يمر بالعراق. حلو، تطمح للتغيير ان شاء الله. بس مع الاسف يعني هالوضعيه اللي مع الاسف نشوفها ما راح تبقى نفس الشيء، ماكو اي تغيير. اذا السبب سبب مفوضيه. السبب مبين اخي، سبب مبين يعني هي مدروسه. نعم. علينا السبب مبين. يعني شنو مدروس عليكم؟ اي مدروس مبين مقصود يعني قصد اي مقصود علينا مقصود. نعم. ان ما يردون يعني مطشين الاسماء. زين انتم نازحين، خلي كل من بمكان يعني، خلي اسماءهم مكان يعني. شنو هسه طلعت من مركز الانتخاب انتخبت؟ لا والله ما انتخبت، يقولون اسمك لازم قرقوش. انت منين نازح؟ اي نازح من قرقوش من الحمدانيه. نعم. اي فجينا دنسل دخلوا الحاسبه يقولون اسمك مو موجود لازم تروح للحمدانيه. ايوه يعني بعين كاو ما موجود. راح تروح للحمدانيه؟ راح ندور على فتشم مركز. اكو ماكو نروح للبيت. والله من الساعه 7 الصبح لحد الان هذا خامس مركز انتخابي انا افتره. يقولون محافظه بغداد ما لك حق تصوت هنا. أنا. حضرتك انت من بغداد؟ اي نعم، صار لي 12 سنه هنا عايش. نعم. زين المشكله وين بالضبط؟ يقول لي ماكو بس نينوى وصلاح الدين هنا مراكز انتخابيه، اسمك ما موجود بالقوام. زين هاي 12 سنه موجود. نعم. باربيل. نعم. ولحد الان يعني ما لقيت اسمك موجود. نعم. يعني على يعني شلون الحل يعني؟ والله ما اعرف، ما اعرف شنو الحل يعني. وعندي هويتي اللي هي الوطنيه الجديده يعني، يعني تثبت انه انا عراقي، انا عراقي وهويه هاي بها سيم كارد. زين هاي البطاقه اذا بها سيم كارد ومعلوماتي كلها صحيحه وعنواني السابق اللي ببغداد، بغداد السيديه، زين شلون انا مالي حق انتخب؟ المفروض هاي الهويه باي مركز انتخابي المواطن العراقي يروح ينتخب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في هذا العاجل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه برفع جزئي لحظر التجوال عن بعض المناطق. الآن سنذهب مباشرة إلى الموصل مع مراسلنا محمد السالم. مرحبا بك محمد. رغم الكثير من التحذيرات بعدم قدرة الناخبين للوصول إلى مراكز الاقتراع وكذلك لم يستطع الكثير من تحديث بياناته، كيف هي الأوضاع عندك؟ نعم، شكرا جزيلا زميلي. في مدينة الموصل تحديدا بدأ توافد الناخبين يزداد على مراكز الاقتراع، لكن هنالك العديد من المشاكل، منها تعطل بعض أجهزة التصويت في العديد من المراكز خصوصا في مناطق جنوب الموصل. أيضا هنالك لم تظهر أسماء العديد من الناخبين في سجلات الناخبين وفي مراكز الاقتراع، ما تسبب يعني في
احتمال حرمانهم من التصويت. ايضا هنالك بعض الخروقات تم تسجيلها، من بينها قيام بعض موظفي المفوضيه بالتثقيف لكيانات ولمرشحين معينين، قيام بعض كوادر الاحزاب والكيانات السياسيه بتوزيع بطاقات ناخبين، بطاقات عفوا للمرشحين تحمل صوره واسم وتسلسل المرشح على بعض الناخبين. هناك ايضا وصلنا قبل قليل معلومات من مخيم الجدعه، تم اختفاء احد صناديق الاختراع من محطة في مخيم الجدعة 3. أيضا هناك في مخيم حمام العليل بعض الجهات السياسية تمنع مراقبي بعض الكيانات من دخول مراكز الاختراع. أيضا هناك في مخيم السلامية يعني قيام أيضا جهات متنفذة بمنع مراقبي الكيانات أيضا من الوصول إلى داخل محطات الاختراع ومراكز الاختراع لتوثيق ما يجري فيها. يعني فروقات مسجلة كثيرة، مفوضية الانتخابات الآن تريدها معلومات وأخبار وشكاوي كثيرة، لا نعلم ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق هؤلاء المخالفين أو بحق هذه المخالفات. يعني إذا استمرت هذه المخالفات هناك احتمال كبير بأن العديد من الناخبين سيحرمون من التصويت أيضا، وسيكون هنالك تزوير، خصوصا أن المخيمات هي التصويت في المخيمات هو التصويت مشروط، أي أن ما يسمى المربع الذهبي أو مستمسكات الناخب إضافة إلى ورقة التصويت توضع في الصندوق بدون بطاقة إلكترونية أو بدون بصمة ناخب. وهذا الأمر يعني من الممكن أن يكون أن يتيح التزوير لأي جهة متنفذة في تلك المنطقة. أبقى معنا محمد السالم من الموصل، أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور جاسم الشمري، وكذلك عبر الأقمار الصناعية الدكتور باسل حسين مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من عمان، وكذلك الدكتور عبد الرحمن المشهداني رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات في بغداد. سأبدأ مع ضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم، مرحبا بك دكتور جاسم. دعنا نبدأ من تصريح العبادي العاجل قبل قليل بالرفع جزئي للحظر التجوال عن بعض المناطق، كيف تقرأ هذا الموضوع وربما هو الأول من نوعه يحصل في العراق؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم ولمتابعي قناة الفلوجة ولضيفيك الكريمين. لا شك أن هذا قرار ضروري من أجل تسهيل حركة الناخبين في العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية، لكن في البداية دعنا نتحدث عن مجمل العملية السياسية ولنبدأ من التصويت الخاص الذي حدث قبل يومين. حقيقة هنالك خروقات كبيرة تمت في هذا التصويت الذي يفترض أن يكون تجربة تمهيدية للانتخابات الكبرى. معلوم أنه في العراق مثلا ربما هنالك مليون صوت من القوى الأمنية شاركت في هذا التصويت، وقد لاحظنا عبر تسجيلات صوتية سربت أن الكثير من المنتسبين للقوى الأمنية لم يشتركوا في التصويت، وبعضهم ذكر أن قائد عمليات قد باع الأصوات إلى أطراف لم يحددوها. وبالتالي بالأمس المفوضية ذكرت أن المنتسبين الذين لم يصوتوا يحق لهم اليوم أن يصوتوا ثانية، وهذا حقيقة أمر غريب. معلوم أن هؤلاء انتهت صفحة التصويت المتعلقة بهم، واليوم سيعودون مرة ثانية للتصويت في العديد من المناطق، وهذا خرق واضح للعملية الانتخابية. هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم هنالك مشكلة كبيرة في الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الإلكترونية حقيقة هي مبرمجة على أن تعمل من 7 صباحا حتى 6 مساء، وبالتالي المفوضية تقول أنه لا يمكن بعد 6 مساء أن تمديد لها لأنها مبرمجة على هذا الأمر. ورغم ذلك رأينا اليوم العطلات لهذه الأجهزة بالمئات. وقبل يومين ذكر أحد الموظفين في المفوضية أن هذه الأجهزة دقيقة جدا ولا يمكن أن تتعطل بسهولة، وبالتالي ذكر والكلام له أن هذه الأجهزة يمكن أن تعطل ولا يمكن أن تكون يعني قابلة للعطل. أعتقد أن القضية فيها
يعني دغش واضح، وهنالك ربما أمر بتبليل. نعم هذا عمليات تلاعب كبرى، يعني في محافظة الأنبار فقط 180 جهاز عاطل، هذا يعني أن الوقت الذي تحتاجه هذه الأجهزة للتصليح هذا يأخذ من وقت المصوتين، وبالتالي هي عملية مدروسة بدقة يراد منها التأثير على أطراف محددة في الساحة العراقية الانتخابية. أيضا معنا من بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات. مرحبا بك الدكتور عبد الرحمن. الدكتور عبد الرحمن غير جاهز، سأنتقل إلى الدكتور باسل حسين مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من عمان. مرحبا بك دكتور. أيضا غير جاهز الدكتور باسل. سأعود للدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، إضافة وعلاوة على ما ذكرته، هناك ربما عملية تزوير جديدة في هذه الانتخابات، وهي أن يقوم بعض المسلحين التابعين لأحزاب معينة أو كسرايا السلام. اليوم هناك شكاوى من سرايا السلام في صلاح الدين بأنها تمنع الناخبين من وصولهم إلى مراكز الاقتراع. أنا بلغني قبل قليل قبل دخولي إلى الاستوديو أن بعض الميليشيات في منطقة الوجيهية في محافظة ديالى تصور أنهم يدخلون مع الناخب إلى مكان الاقتراع، ويجبروه على شخص معين. نعم، ويجبروه على قوائم محددة، وبالتالي هؤلاء الناخبين يعني متخوفون جدا من تحديد من يرغبون، وبالتالي هم مجبرون على أن يختاروا من يريد من هذا الطرف المسلح. إذن القضية في مناطق حزام بغداد أيضا هنالك إشكاليات، أيضا في ديالى اليوم في المقدادية وفي غير المقدادية من محافظة ديالى هنالك تغول للميليشيات بحجة، وهذا الأمر غريب جدا، أنهم حرروا هذه المناطق وبالتالي هم أولى بالسيطرة عليها على مجلس الحكم وعلى البرلمان القادم وربما حتى على رئاسة الوزراء. وكأنهم، ونحن ذكرنا هذا سابقا، أن الجهاد الكفائي يراد منه أن يحصلوا على ثمار هذا الجهاد في العملية السياسية الحالية، وهذا أمر غريب جدا. وهذه النقطة سنناقشها حتى بعد أن أصدر البرلمان بعدم السماح لأي فصيل أو حزب لديه جناح مسلح أن يدخل في الانتخابات. سنناقش هذه النقطة، لكن دعني أذهب إلى الدكتور باسل حسين جهز معنا الآن. مرحبا بك دكتور. أهلا مرحبا. أهلا بك. في المركز العراقي كيف رصدتم الساعات الأولى لعملية الانتخاب؟ حقيقة الأول من مبكر الحكم على النتيجة النهائية، لكن من خلال أداء يعني المسار العملي الانتخابية هنالك بعض يعني الخلل في كثير من الجوانب. الخلل أولا يتعلق أولا في النازحين والتعامل معهم. هنالك أكثر من منطقة حرم النازحين لحد الآن من التصويت. على سبيل المثال أنا قبل قليل يعني اتصل بي احد النواب الاكراد وقال لي في اشتي هنالك سبع محطات هي للنازحين حقيقه، جميع هذه المحطات عاطله عن عمل، وهنالك تدفق كبير من النازحين من اجل التصويت، وهذا يعني حرمانهم من التصويت. هذا يعني على سبيل المثال نموذج. ايضا حتى في حزام بغداد هنالك احاديث يعني في منطقه طارميه حول التضييق على يعني الناس نتيجة الحظر أو إلى آخره. أيضا بالنسبة هنالك عطل للأجهزة، يعني ما تم رصده لحد الآن هنالك عطل في 143 جهاز على مستوى العراق لغاية الآن، وإحنا يمكن في الساعات الأولى لم نصل حتى إلى ربما ربع الوقت. ربما هل سوف تزداد هذه العطلات أم يتم يعني معالجتها؟ بالتالي أيضا هنالك عدم إقبال كبير، لا زال يعني هنالك عزوف لحد الآن، يعني مشاركة ضئيلة في كثير من المناطق، أو جزء منها يتعلق أحيانا بالحظر يعني
وهذا يؤدي الى انه الناس لن تذهب الى اماكن بعيده. دكتور باسل، هذا العزوف الى ماذا تعزوه؟ يعني هل هناك عزوف من قبل النازحين عن المشاركه، او هناك يعني ظروف استثنائيه طرات جعلتهم يتاخرون عن الاداء باصواتهم؟ لا، هي ليست عن النازحين، يعني انا اتكلم عن مستوى العراق الناخب. الناخب الحقيقه وليس النازح. الناخب بالتاكيد هنالك عده يعني اسباب يعني تدعو الى العزوف. اولا القسم يعني لن يثق بامكانيه التغيير، بالتالي هو يعني يعتقد ان الصندوق الانتخابي غير قادر على التغيير. ثانيا هنالك ايضا اسباب لوجستيه تتعلق مثل ما قلت لك بالحظر الى اخره فيذهب. هنالك البعض هو من الاول لديه قرار بمقاطعه العمليه الانتخابيه. الكثيرين ربما يعتقدون ان مجمل العمليه الانتخابيه سوف لن تقود الى التغيير، اضافه الى هناك سبب اساسي، هنالك نقمه كبيره من الجمهور على الطبقه السياسيه، وكثير منهم يعتقد ان اسلوب المقاطعه هو نوع من العقوبه، يعني بس انا اعتقد هو ايضا هو جزء من المعاقبه الشخصيه، لانه حينما تمتنع فان الجمهور المنظم للاحزاب هو الذي سيذهب وليس الجمهور الراغب في التغيير، بمعنى حينما يذهب يعني هذا الجمهور الغاضب يعني يعزف عن المشاركه، فمن يذهب المشاركه وحقيقه الجمهور المنظم الجمهور الاحزاب، وبالتالي سوف يعيد نفس الوجوه القديمه، وهذا يمكن يعني لكن ربما دكتور يعني الموضوعيه التي يعني تكلم عن يعني عزوف جماهير، اعتقد ستكون اقل نسبه مشاركه في اي انتخابات. ربما عزوف النازحين دكتور، دعني اتداخل معك في هذا الموضوع، ربما نسبه العزوف ليست بالقليله، والسبب يعزوه الى الفساد والخروقات التي تحصل، يعني كما ذكرنا في الساعات الاولى حصلت خروقات كبيره. ما دا اسمع اي شيء يعني دا. طيب سأعود لك في هذا السؤال لاحقا دكتور باسل. أنتقل إلى الدكتور عبد الرحمن المشداني رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات من بغداد. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبضيفيك الكريمين وبكل مشاهدي قناة الفلوجة. أهلا بك دكتور. اليوم العبادي وقبل قليل أمر برفع حظر التجوال بشكل جزئي، كيف قرأت هذا التصريح للعبادي وهذا الأمر؟ هل هو تخوف من منع بعض النازحين بالقوة من التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد أن ناشد الكثير من الناخبين ناشد الكثير منهم السيد مقتدى الصدر بأن هناك خروقات تجري من قبل سرايا السلام مثلا في صلاح الدين؟ الحقيقة الحظر كنا نتوقع أنه يرفع بعد الساعة 10، يعني بعد بمجرد أن الساعات الأولى تمر دون وجود خروقات أمنية كنا نتوقع أنه سيرفع هذا الحظر، وهذا ما حصل. والحقيقة أنا في بغداد أتجول في معظم المناطق، لا أجد مبرر لفرض الحظر داخل مدينة بغداد، يعني ربما هناك حاجة ماسة إلى أن يكون بين المحافظات، لكن داخل المدن أنا أعتقد أنه هذا أمر غير مبرر، خصوصا أنه مرت الساعات الأولى بسلام. مسألة الخروقات هذا أمر متوقع أيضا، وكنا نتوقع خاصة في محافظة صلاح الدين في ديالى وفي نينوى كنا نتوقع أن هناك ستحصل هذه التحرشات، ستحصل هذه المضايقات، وهذا الأمر حصل في التصويت الخاص. والأمر هو لم يكن في اليوم التصويت الخاص أو التصويت العام، بل على العكس، وربما من أشهر كانت السرايا، ليس سرايا السلام بل كانت فصائل أخرى متواجدة في صلاح الدين، كانت تهدد الناخبين إذا لم ينتخبوا القائمة معينة سنعيد تهجيركم من جديد. وهذا حصل في يثرب، وحصل في 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 البوعجيل في تكريت، وكذلك الحال حتى منع النازحين عزيز بلد يعني مرتبط في هذا الأمر. فهذا الأمر متوقع لأنه الحقيقة هو يريد يأخذ أكثر من الحجم المقرر في محافظة صلاح الدين، يعني إحنا توقعاتنا أنه هذه الكتل ستحصل على مقعدين في 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 صلاح الدين، لكن هو يطمح أن يحصل على 4 أو 5 مقاعد في صلاح الدين حتى يفرض أجندة جديدة في هذا الموضوع. المسائل الأخرى في بغداد، لا بغداد الأمر مختلف تماما، يعني أنا أعتقد أنه الأمر لا يعتقد يعني لا يرتبط بهذا الأمر، بل هنا
هناك عدم إقبال حقيقة لاحظته في معظم المدن الحضرية، على العكس من المناطق حزام بغداد. حزام بغداد نسبة المشاركة يعني قبل ساعة وصلت إلى أكثر من 25%، لكن في داخل بغداد لم تصل إلى حتى إلى 5%. الأمر الغريب أستاذ أنه إحنا كنا نتوقع أن الشباب الذين لم تسبق لهم المشاركة والذي يزيد عددهم عن 4,900,000 ناخب، كنا نتوقع أنه نجدهم في زحام وفي طوابير على المراكز الاقتراع باعتبارها أول تجربة وأول ممارسة، والشباب يحاول أن يعبر عن ذاته وعن نفسه في هذه الانتخابات. لكن الأمر الغريب أنه المراكز الانتخابية اللي زرتها كلها لكبار السن، لا يوجد أي شاب أقل من 35 سنة، كلها كبار السن. طيب، وهذا الحقيقة أمر غريب جدا. طيب، ولا أعتقد أن الوقت سيكفي لإجراء الانتخابات ولرفع النسبة إلى أكثر من 40%. دكتور عبد الرحمن، دعني أعيد عليك السؤال الذي طرحته على الدكتور باسل، وأنت ذكرت أن الإقبال لا زال ضعيفا، ما سبب هذا العزوف؟ هل هو عزوف لعدم المشاركة أم بسبب حظر التجوال الذي فرض؟ لا، حظر التجوال يعني الحقيقة ما كان مبرر، لأنه في داخل مدينة بغداد معظم الناخبين قريبا من مراكز الاقتراع. يعني هو يحتاج يتمشى إلى 3 إلى 5 دقائق يصل إلى مركز الاقتراع في أحسن الأحوال. لكن وكان المبرر أنه أهالي بغداد لا يستيقظون مبكرا، أيضا هذا غير مبرر، الحقيقة غير مبرر. لكن أنا أعتقد أن المقاطعة مقاطعة سياسية، هو عدم قناعتهم بمعظم الكتل السياسية الموجودة وعدم قناعتهم في تدوير، لأنه هناك قناعة لدى الجمهور. أنا معني بالأمر الانتخابات ومتواجد في الشارع منذ أكثر من شهرين لاستكمال إجراءات المراقبة. عندما نتحدث مع الناس أنه يقولون أنه هذه العملية ستعيد إنتاج الأشخاص الموجودين، رغم أنه المرجعية في النجف الأشرف أصدرت قرارها بعدم المجرب لا يجرب وبعدم تدوير بالتأكيد، لكنهم فسروها لمزاجهم ولصالحهم. لكن رغم ذلك الناس مقتنعة تماما أنهم سيعيدون تدوير أنفسهم. طيب، من جديد. نعم، ابقى معنا الدكتور عبد الرحمن. أعود إلى الدكتور باسل. دكتور باسل، كنت قد سألتك قبل تعقيبا على كلامك بأن عزوف الناخبين الذين ذكرتهم بأنهم سيذهب حقهم سدى كما قلت، لكنهم ليسوا بالشريحة القليلة، عدد العازفين عن الانتخاب كثر، وتفسيرهم بأن هذه الانتخابات محسومة كما حصل في الساعات الأولى من الانتخاب خروقات كبيرة. بالتأكيد يعني هناك هذه إشكالية أساسية. أولا هو أنا قلت عدم ثقة بالصندوق الانتخابي أنه يعني قابل أن يغير الواقع، لأنه حتى في الأشخاص يعني كثيرين يعتقدون هي المسألة ليست في الأشخاص. يعني في الانتخابات الماضية يعني أتى للبرلمان 250 وجه جديد، لكنه لم بالنتيجة النهائية، بالعكس الوضع صار أسوأ. يعني صحيح القيادات الرئيسية هي اللي بقت تحكم، لكن هنالك 250 وجه جديد، وبالتالي يعني الإشكالية ليست فقط بالوجوه، الإشكالية أنه في طبيعة النظام السياسي وفي آلياته. كل نظام سياسي يولد معه آليات الحل، سواء المؤسسة والدستور. هنالك هذه المؤسسة، لا توجد مؤسسة، لدينا هياكل لكن لا توجد لدينا مؤسسات. الدستور هو في ذاته مشكلة لقابلية المفرطة على التأويل، واللي يملك يعني حق القوة أو من يملك القوة هو يملك حق التأويل أو يفرض تأويله على بقية الأطراف. يعني هذه الإشكالية أساسية، بمعنى أنه ينبغي لا ننظر المشكلة وكأنها يعني منبتة صلة. بالنسبة أنا أختلف مع الأخ اللي يقول أنه حظر التجول الآخر. أنا حتى شفت في القنوات من الصباح أنه عوائل جاءت لم تجد أسماءها، فيعني تقول هذا تروح، تقول لا أنا المكان بعيد يعني ما قدرت أتنقل أروح أمشي. يعني بالنسبة هي جاية عائلة الصوت وجدت اسمها ما موجود، يعني رافعين منطقة بعيدة، فتقول أنا امرأة كبيرة ما قدرت أتنقل أروح مشي إلى آخره، فما راح أروح أرجع للبيت. يعني عائلة كاملة كانت. يعني ممكن أن نأخذ هذا القياس على كثير من النماذج، بمعنى أنه لا يمكن يعني إرجاع أسباب العزوف إلى عامل واحد. هناك عوامل متعددة، بالتأكيد العامل السياسي سيكون الأكثر حضورا، لكن بالتأكيد لا يمكن نفي بقية العوامل. هناك مجموعة من العوامل يعني تلعب دورها في هذا العزوف. أيضا هناك يعني حينما
يتم يعني اقرار العمليه الانتخابيه، ايضا هنالك حتى في اجراءات العمل المفوضيه، المفوضيه مقصره في سواء في الوصول الى الناخب، سواء في تحديث سجلات الناخبين، ايضا وصول الى المواطن، التعامل، احيانا هنالك اخطاء ترتكبها حقيقه يعني المفوضيه، يعني اداره العمليات في المفوضيه اعتقد يعني مسؤوله كثيرا عن الاخطاء الان الموجوده، حتى يعني بالنسبه لقضايا النازحين كان ينبغي يعني لها اكثر يعني اهتمام، خاصه النازحين يعني يعانون من يعني ظرف استثنائي، نعم. كان ينبغي مراعاته، يعني مراعاه هذا الوضع وليس يعني تصعيب يعني المهمه. طيب ابقى معنا دكتور باسل. المفوضيه ليست مهمتها التصعيب وانما يعني هو تسهيل المهمه. ابقى معنا دكتور باسل. دكتور جاسم، برايك اي المحافظات ستشهد اقبالا كثيفا والعكس؟ لا شك اعتقد ان بغداد اكثر المحافظات التي تشهد بسبب الزخم السكاني اولا وبسبب الاوضاع العامه التي هي قياسا ببقية المحافظات هي نعم، هذا من جانب. من جانب آخر ربما هناك بعض المدن الجنوبية لن تشهد انتخابات. اليوم هنالك حديث عن مظاهرات في النجف والديوانية رافضة للمشاركة. أنا أعتقد أن القضية قضية هي نقمة شعبية وليست عقوبة سياسية للعملية أو للسياسيين، هذا من جانب. أما أضعف المحافظات فأعتقد ربما ستكون إما الموصل أو الأنبار، وأتوقع الموصل ستكون أقل المحافظات إن لم تكن محافظة ديالى. معلوم أن ديالى اليوم هنالك فريق هو المسيطر على المشهد السياسي في عموم المدينة، وبالتالي ربما هذا سيفرض يعني نفسه على المناطق التي لا يسيطر عليها. اليوم بلغني قبل قليل أن بعض المناطق في ديالى الإقبال فيها شبه معدوم بسبب التخوف من الميليشيات في مركز المحافظة، وبالتالي حينما نشاهد مجمل ما يجري اليوم في الساحة الانتخابية العراقية نجد أن هنالك قدرة إعلامية حكومية كبيرة. حينما يظهر رئيس حكومة ويفتش من قبل عسكري، هذا نوع على اعتبار أن هنالك نظام في العملية السياسية، وهذا لم يتم حتى في الدول الكبرى. ومن باب آخر هنالك تغافل أو تغاضي عن الخروقات الكبيرة الموجودة في العديد من المدن ومنها ديالى والأنبار، وكأنه هنالك وصلاح الدين، وكأن هنالك خطة حكومية ذكية مدروسة للتغافل عن هذه المناطق. يهمني هنا أن أذكر تصريح نوري مالكي الذي أدلى به بعد التصويت، قال أنه متخوف من التلاعب ببرمجة الأجهزة الإلكترونية، وهذا يعني أن القضية هنالك تزوير محتمل، وباعتراف نائب رئيس الجمهورية. برأيك من من يتخوف المالكي؟ أنا أعتقد هو يتخوف من هذه العامري هذا الأمر، أما من عبادي لا أعتقد أنه يتخوف ذلك، لأن هنالك وثيقة وقعت بين نوري مالكي باعتباره مسؤول حزب الدعوة حيدر عبادي باعتباره المسؤول السياسي للمكتب لحزب الدعوة للائتلاف بعد الانتخابات، وهذا الأمر معلوم للجميع. ربما لكن هناك نفي من العبادي عن هذا على هذا الموضوع، قال لا يوجد هكذا. لا أعتقد أن يعني المالكي وهو مسؤول حزب الدعوة يمكن أن يكذب على عضو من أعضاء الحزب، وبالتالي هذا التناقض بينهم ربما يراد منه غايات يعني أخرى. ربما كانت حجة المالكي أقوى لأنه قال هناك وثيقة موقعة بين الطرفين. نعم، أولا وثيقة موقعة، وثانيا هو مسؤول عبادي في حزب الدعوة، وبالتالي أعتقد أن حجة مالكي في هذا الإطار أقوى. إذن القضية قضية يعني لا يمكن أن يعني نبت أن القضية قضية صالحة لل التصويت، أقصد هنا الأجهزة الإلكترونية. الأجهزة يمكن اختراقها باعتراف نائب رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الأمر ربما يقود إلى ظلم شريحة كبيرة من أبناء المناطق المتضررة. أنا عندي تعليق على قضية المشاركة في المناطق في عموم المشهد العراقي. أنا أتحدث عن المناطق المدمرة. رئيس الحكومة وعد أولا بإعادة هذه أبناء هذه المناطق إلى مدنهم قبل إجراء بالضبط، وعد بإعادتهم قبل إجراء الانتخابات، ومعلوم اليوم هنالك أكثر من مليون نازح في
في المخيمات ومثلهم ربما في بقية المحافظات لم يعودوا إلى مناطقهم. الذين عادوا إلى مناطقهم لم توفر لهم الدولة أي خدمات، لم توفر البنى التحتية لعودتهم، وبالتالي هنالك نقمة على الحكومة ربما ستنعكس على المرشحين في هذه المحافظة. طيب دكتور جاسم ابقى معي، سأنتقل إلى أربيل معنا المحلل السياسي السيد صبحي المندلة. ومرحبا بك سيد صبحي. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. أهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا بك. كيف رصدت ما جرى منذ الصباح الباكر من انتخابات، سواء كانت خروقات، الإدلاء بأصوات السياسيين أدلوا بأصواتهم، بعض المناطق شهدت سيطرة لمسلحين منعت أشخاصا من الذهاب للإدلاء بأصواتهم؟ نعم، بشكل عام الانتخابات تجري في مدن إقليم كردستان بشكل ربما يكون طبيعي. ظهرت بعض الإشكالات منها لوجستية ومنها فنية، أيضا بعض الأجهزة تعطلت في بعض المراكز الانتخابية، وأيضا هناك في بعض المناطق الكثير من الناخبين لم يجدوا أسماءهم، وبالتالي هناك توجه عارم حقيقة بشكل كبير خاصة في أربيل ودهوك. السياسيين، السيد نيشيرفان بارزاني كان أول المصوتين في أربيل، وأيضا السيد مسرور بارزاني، وأكثر أو غالبية المسؤولين قاموا بالانتخاب في خطوة لتشجيع الناخبين. هناك تخوف في بعض المناطق من موضوع الظروف الطبيعية، الأمطار ربما منعت بعض العوائل من التوجه إلى صناديق الاقتراع. أعتقد فيما يخص المقيمين في أربيل وفي دهوك للأسف الشديد، أو في سليمانية أيضا للأسف الشديد، المفوضية لم تقم بفتح مراكز أو بتحديد مراكز خاصة بالنسبة للمقيمين من أهالي بغداد وديالة، وهذه حقيقة حرمت أكثر من 4000 إلى 5000 مواطن من التصويت، باعتبار أنهم كان عليهم الذهاب إلى بغداد أو إلى ديالة، وهذه حقيقة كانت أمر ربما صعب لبعض العوائل باعتبار أن الذهاب ربما يحتاج إلى إمكانات أيضا. نعم، برأيك بعد الانقسام الذي حصل بين الأحزاب الكردية، كيف هو شكل التحالفات ربما مستقبلا؟ كيف سيؤثر هذا الانقسام على مقاعد الكتل الكردستانية؟ يعني للأسف الشديد حدث هذا الانقسام بسبب يعني بعض الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة لم تراعي ظروف وأهمية الوضع في إقليم كردستان. ولكن بشكل عام أعتقد بأن بعد ظهور نتائج الانتخابات سيكون هناك ربما ائتلاف كردي موحد، أو على الأقل أغلبية الأحزاب الكردية، باعتبار أن هذا مصلحة عامة لشعب كردستان. وأعتقد أن الحزب الذي يتوانى عن هذا الائتلاف ربما سيكون هو الخاسر الأكبر، باعتبار أن ربما نختلف في الداخل الكردستاني، ولكن بالتأكيد علينا أن نتوحد في قضايا المصيرية والخارجية. طيب سيد صبحي ابقى معي لو سمحت. الدكتور باسل حسين، أتوقع أنكم قد عملتم استبيانا أمس أيضا. باسل غير متواجد. طيب عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن هل تسمعني؟ نعم دكتور عبد الرحمن. طيب ربما الصناديق الاقتراع هي مبرمجة لأن تعمل من الساعة 7 صباحا إلى 6، ما إمكانية تمديد التصويت حتى ولو كان بشكل يدوي، مع العلم بحدوث الكثير من الخروقات ومن ضمنها كما حصل في الاقتراع الخاص والسماح لبعض المنتسبين بأن يصوتوا في يوم آخر؟ الحقيقة لا يوجد مجال لتمديد الوقت أبدا بعد الساعة 6. الساعة 6 ستغلق هذه الأجهزة إلكترونيا، ما لم يتم إعادة برمجتها مرة ثانية، وإعادة البرمجة يحتاج إعادتها إلى مراكز المفوضية، ربما يكون في بغداد أو في المحافظات، وهذا أمر غاية في الصعوبة. يعني الأمر الأسهل أن يمدد التصويت ليوم آخر أسهل من تمديد الوقت لساعة أو لساعتين. هذا أول
اولا. المساله الثانيه اللي هو الحقيقه لم يعني هذا الامر لم يتم تسليط الاضواء عليه، واعتقد انه هو جزء مقصود حتى ممكن انه يمرر هذا الموضوع بشكل غير سليم. بعد اغلاق الجهاز بعد الساعه السادسه لن يقبل الاوراق بشكل يدوي، حتى عندما يعطى الجهاز التحقق وتضع الورقه عندما يقراها الجهاز القارئ الالكتروني جهاز الصندوق فانه يضع عليها علامه اكس وتصبح هذه الورقه باطله، لان هناك تعشيق بين الجهاز التحقق وبين الصندوق الالكتروني قارئ الورقه الاقتراع. ما لم يتحقق من الكود الموجود على ورقة الاقتراع في الجهازين فالجهاز الماسح الضوئي سيعمل اكس على الورقة وتصبح باطلة. هذا الامر الكتل السياسية يعني لم تبقى هذا الامر، لانه يعني ذهبت في مسائل اخرى، عملية شراء الاصوات وعملية الطعن وعملية التشهير، ونست الآلية التي تعمل بها هذه الأجهزة. وربما هو ايضا تقصير من المفوضية، لم تكن الحملة الإعلامية والحملة التثقيفية بهذا الشكل، باعتبار انه هذا الامر امر فني، هي كانت تروج للذهاب الى الانتخابات وآلية الاقتراع، لكن آلية التكنيك بين جهازياً لم تكن واضحة. فهذا الحقيقة راح يخلق لنا إشكالية جديدة، ومن هنا يأتي الحقيقة تخوف سيد نائب رئيس الجمهورية. هو مو هو خايف أنه لا تتزور النتائج بالدرجة الأساس، لأنه هو يعرف أنه النتائج ما راح تتزور، وخاصة أنه عنده 2 من أعضاء مجلس المفوضية يرتبطون بحزبه. هو الخوف أنه ما راح يحصل على النتائج، يعني هذا تمهيد أنه الخاسر سيطعم بالنتائج مقدماً. لا الفائز يقبل بالنتائج ولا الخاسر سيقبل بالنتائج، لأن السقوف المحددة لهم هم عندما نتحدث معهم هو يبدأ من 70 وينتهي ب100 مقعد، عندما ستظهر النتائج أنه سيحصل بين 30 و50، أعتقد أنه هذا الرقم مرعب لهم ومربك. هو طامح أن يكون متفرد في برلمان القادم ويصبح هو طرف مثل كل الأطراف الأخرى الضعيفة. فهذا الحقيقة من هنا بدأ التشكيك بالنتائج الانتخابات مقدماً، والتمهيد لما سيحصل لاحقا. يعني انا اعتقد انه هذه الاشكاليه وليست اشكاليه التزوير. نعم. طيب ابقى معي دكتور عبد الرحمن. دكتور باسل، ان كنت تسمعني. نعم اسمعك. اجريتم استبيانا امس حول الانتخابات وما سيقول بعد الانتخابات، على ماذا استندتم برايكم؟ من ممكن ان يخرج بنسبه عاليه فارق كبير عن باقي الأحزاب؟ اشرح لنا بشكل أكبر. قبل أن نبدأ بالاستبيان، حقيقة جاتني معلومة حقيقة مهمة جدا وعلى المفوضية ومعالجتها في سامراء. هنالك ضغط من يعني سرايا السلام على المواطنين من أجل أنه تضغط على المواطنين من أجل التصويت لسائرون، وهذا حقيقة ينبغي أن يعني ما يصير هذا، يعني ينبغي إتاحة الحرية للمواطنين إدلاء بصوتها. يعني استخدام هذه الضغوط هذا أمر حقيقة معيب، وحتى أعتقد السيد مقتدى الصدر لن يقبل بهذه التصرفات. ما الذي ممكن أن تعمله المفوضية دكتور باسل؟ يعني هذا الموضوع ربما منذ أيام يتداول به المواطنون بأن هناك تهديدات من قبل سرايا السلام في صلاح الدين بمنعهم من التصويت أو التصويت إجبارا لسائرون، لم تعمل شيء المفوضية؟ هذا أولا ينبغي، هذه إدارة عمليات المفوضية ينبغي أن يعني تقوم أولا يعني منعهم أو حتى الاقتراب على مسافة كبيرة من المصوتين، إحلال قوات أمنية محايدة، وهكذا ينبغي يعني تجري عملياتها بسرعة. لكن إدارة عمليات المفوضية حقيقة يعني مقصرة في كثير من النواحي، وهذه يعني مسألة مهمة جدا، ولا أعتقد أنه سوف تعزز السلم الأهلي يعني في هذه المناطق، لا سيما يعني انه كانت هناك اسماء جيده سرايا السلام في التعامل مع اهل سامراء. ينبغي عدم اضرارها بهذه التصرفات يعني الغير مقبوله حقيقه. وهذا يعني من اكثر من جهه، ليس من جهه واحده، لكن هنالك جهات متعدده. انا اول مره ما كنت يعني اعتقد انه سالت حقيقه، لكنه يبدو انه الاخبار مؤكده في هذه الجانب. ايضا بالعوده قبل ما يعني انا اختلف مع الدكتور جاسم ايضا في حينما ذكر النسب في بغداد، هي النسبه الادنى دائما المدن تصوت اقل من يعني المناطق الريف، مناطق الريف اكثر تصوت من مناطق المدن،
وبالتالي اختلف مع الدكتور يعني جاسم. في الانتخابات الماضيه كانت بغداد من بين القلائل، اضافه الى المثنى كانت الاقل من بينها هي وميسان. الاعلى دائما كانت هي الاكراد، المحافظات الكرديه كانت توصل فوق 80-85 احيانا. يعني انا متابعها جيدا، دائما المناطق طيب الكرديه هي الاعلى تصويتا من بين كل محافظات طيب العراق. بالنسبه للاستبيان دكتور، ماذا عن الاستبيان؟ نعم، الذي سالتك عنه. نعم، بالنسبه للاستبيان يعني احنا يعني اخذنا استبيان يعني عينه حصصيه حتى تكون يعني واضحه وليس عينه عشوائيه، اخذنا فيها المهنه والجنس والعمر والتوزيع الريف والحظر حتى تكون يعني اكثر قربا وواقعيه. المرتبة الأولى بين كل مراتب هي قائمة السيد العبادي، هي النصر، يعني أفق النصر. أيضا بالنسبة إلى لو أخذناها سنيا يعني ستكون القائمة القرار العراقي هي الأول بالنسبة سنيا. بالنسبة للأكراد القائمة الحزب الديمقراطي على الرغم من أنها ستخسر بعض المقاعد لكنها ستبقى هي في المركز الأول. ربما أيضا سيكون الدكتور برهم صالح الحصان أسود في هذه المعادلة، ربما سيعمل اختراق في هذه المسألة. إضافة إلى القوائم المحلية أيضا سيكون لها صوت حاضر للقوائم المحلية، وهذا يمكن لا أحد ينتبه عليه. بجميع المؤسسات التي أجرت استبيان لم تنتبه إلى القوائم المحلية. القوائم المحلية أعتقد ستحقق بعض الاختراقات هنا وهناك، لكن في المحصلة النتيجة لن يحدث تغييرا كبيرا. ربما سوى دخول الفتح يعني كطرف جديد في المعادلة الشيعية، بالتأكيد سيكون يعني طرفا جديدا في المعادلة الشيعية، لكن أيضا الأصوات ستوزع أفقيا، وهذا يعني ربما سوف تطول عملية تشكيل الحكومة لأنها ستطلب على الأقل يعني ثلاث كتل شيعية إضافة إلى كتلة أو كتل سنية وكتل كردية، وبالتالي أعتقد المفاوضات ستطول وفق هذا توزيع الأفق الأصوات. طيب ابقى معنا يعني دكتور باسل. 190 لن تكون. دكتور جاسم، كنت قد سألتك حول موضوع دخول الأحزاب التي لديها أذرع مسلحة إلى الحكومة وتصويت مجلس النواب بعدم السماح لأي حزب لديه ميليشيات أو لديه أذرع مسلحة أن يدخل بالانتخابات، واليوم الفتح أكثر الداخلين فيهم من المسلحين من الحشد الشعبي. حقيقة هذا الأمر يعني معلوم هو يتناقض أولا مع الدستور العراقي مادة 9 باء، ثانيا تحظر تشكيل أي ميليشيا خارج إطار القوات المسلحة العراقية، هذا من باب، ومن باب آخر هي تتناقض مع قوانين مفوضية الانتخابات. لكن يبدو الكلمة هي كلمة الأقوى، كلمة الحامل للسلاح، والذي لا يمكن أن يكون يعني محترما لأي خيمة غير خيمة الميليشيات. مع الأسف هنالك تخوف كما ذكر نوري مالكي نائب رئيس الجمهورية، هنالك تخوف من احتمالية حدوث حرب أهلية بعد إعلان النتائج، وهذا الأمر هم متخوفون فيما بينهم بسبب ربما أن يكون فلان هو رئيس وزراء أو الآخر أن يكون رئيس وزراء. أنا أعتقد أن القضية هي قضية تخوف من الذين يحملون السلاح. القضية لم تعد تتعلق بأمن المواطن فقط، وإنما تتعلق بالأمن العام في منظومة الدولة العراقية بعد عام 2003. هم مع الأسف لم ينجحوا ولم يفلحوا في بناء دولة على الرغم من مرور أكثر من 15 عاما من تسلم السلطة في العراق. ما زالت الدولة في العراق هي دولة اللا قانون، دولة الأقوى، دولة الحامل للسلاح، وهذا الأمر حقيقة لا يقود إلى طمأنة المواطن العراقي على مستقبله. قبل قليل تحدثنا عن عزوف الشباب عن مشاركة في هذه الانتخابات. الشاب هو يريد من يؤمن له وظيفة، من يؤمن له مستقبله، وبالتالي لم يجد من غالبية هؤلاء المشاركين في اللعبة اليوم من حاول على الأقل محاولة من أجل إيجاد فرص عمل للشباب، من أجل إيجاد يعني
منافذ لتفريغ طاقات شباب العراق. هذا الأمر ربما دفع مئات الآلاف من شباب العراق للبحث عن ملاجئ في دول أوروبا وربما في دول الجوار، وهذا حقيقة تبقى الدولة وحكومة بغداد هي المسؤولة عن هذا الهدر لطاقات العراق بسبب عدم إيجاد الفرص الكافية لهؤلاء الشباب. طيب. القضية اليوم هنالك حقيقة يمكن أن نقول الدولة يعني متعمدة في اللعب في مناطق محددة وليس في عموم المشهد العراقي. حينما نشاهد مثلا على سبيل المثال عطل الأجهزة الإلكترونية، هنالك كلام عن أن هذه الأجهزة معطلة في محافظات محددة، هي ربما هي المحافظات الشمالية والشرقية وربما الغربية من بغداد. حتى الآن لم نسمع عن عطل في هذه الأجهزة في المحافظات الجنوبية، وهذا حقيقة مع الأسف مؤشر مخجل يؤكد أن هنالك أمر ما دبر بليل في ما يتعلق بهذه الأجهزة الإلكترونية. طيب أنتقل إلى الدكتور عبد الرحمن المشهداني. دكتور عبد الرحمن، ما مدى إمكانية تحقيق ما وعدت به مفوضيات الانتخابات بحسم النتائج بعد ساعات من إقفال صناديق الاقتراع؟ لا، أنا أعتقد أن المفوضية لن تكون قادرة على إعلان النتائج بعد ساعات مثل ما صرح خلال 72 ساعة. أنا أعتقد أن الأمر سيحتاج إلى أسبوع، خاصة بعد التشكيك والتهديد اللي حصل قبل أسبوع بعدم القناعة بالنتائج. الأمر اللي يتطلب وفق تصوري يعني أنا تخميناتي أنه ستضطر المفوضية إلى مطابقة النتائج الموجودة على الفلاش ميموري مع النتائج اللي أرسلت في يوم الاقتراع إلى مركز التلي سنتر في مقر المفوضية المستقلة للانتخابات. بعد إجراء المطابقة سيتم إعلان النتائج، وأعتقد أنه هذا الأمر يحتاج إلى أسبوع لأنه من الصعب جدا أن تجري مطابقة 49500 أعتقد اليوم محطة مفتوحة، عدد تصويت الخاص وعدد تصويت الخارج سيتم مطابقتها خلال 72 ساعة. لذلك أنا لا أستغرب إذا المفوضية ما أعلنت النتائج قبل أسبوع، ولكن الأمر المقلق أن إذا تأخرت النتائج أكثر من الأسبوع فهذا يعني مدعات للقلق، وربما سيكون هناك تأثير على النتائج إن زادت مدة التحقق عن الأسبوع. نعم. طيب أود أن أسألك، سأتوادى السؤال لضيوفي، ما برأيك أي المحافظات ستشهد إقبالا كثيفا واضحا عن باقي المحافظات، وأيها تتوقع أنه سيكون فيها عزوف كبير عن المشاركة؟ مبدئيا أنا أتفق مع دكتور باسل، المحافظات الكردية ستشهد وهو دائما في كل السنوات تشهد نسبة إقبال عالية تزيد عن 85%، لا بل في بعض السنوات وصلت إلى 87%. أعتقد بعد المحافظات الكردية أعتقد أنه صلاح الدين ستكون بها نسبة إقبال عالية. المحافظات الجنوبية ربما ستكون أقل، يعني بين 40% و45%. بغداد ستكون أقل من 35% تقريبا. حتى محافظات الفرات الأوسط أنا أعتقد أنه لن تزيد عن 40%. ربما ديالة تصل إلى 50%، ربما ديالة، وكذلك الأنبار أعتقد تصل إلى 50%. نعم. شكرا دكتور عبد الرحمن المشهداني رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات. شكرا. كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد. وكذلك أشكر الدكتور باسل حسين مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أيضا كان معنا من عمان. سأبقى مع ضيوفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري المحلل السياسي، وكذلك السيد صبحي المندلاوي المحلل السياسي من أربيل. لكن الآن سنتحدث عن التغيرات في الخارطة السياسية الكردستانية التي بدأ فيها الانقسام بشكل كبير وواضح قبل أشهر بسبب الحديث عن التصويت لانفصال إقليم كردستان عن العراق. لم يعد التحالف الكردستاني هذا التحالف كما كان، البيت الذي كان يجمع القوى الكردية كافة والذي دمرته الخلافات والانشقاقات بين كتله وأحزابه لم يعد ملتئما، وهذا ما فسح المجال لظهور أحزاب وقوى سياسية جديدة داخل إقليم كردستان لتبقى دعائم البيت الكردي مرهونة بنتائج الانتخابات
وما ستفرزه من اتفاقات لاحقة. الخلاف الذي نشب بين قطبي الكرد، الاتحاد الوطني الكردستاني على حدة الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، ومن ثم جاء نجله بافيل الطالباني، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والذي يمثل جوهره كركوك. كان نقطة التحول في المشهد السياسي داخل أسوار كردستان حالة من الفوضى شهدتها تلك الكتل في إقليم كردستان، واستغلتها كتل أخرى. خرج من رحم الأزمة 500 مرشح من 25 كيانا يتنافسون على 46 مقعدا في مجلس النواب في مشهد سياسي معقد. هؤلاء المرشحون ينبثقون من كتل وأحزاب رئيسية وأخرى فتية تخوض أصعب انتخابات على إقليم كردستان منذ تأسيس العملية السياسية بعد الاحتلال عام 2005. على هرم تلك الأحزاب يتربع الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يملك في الانتخابات السابقة 7 مقاعد في أربيل و8 في دهوك ومقعدين في السليمانية، لكن حظوظه تبدو ضعيفة في المناطق المتنازع عليها. الاتحاد الوطني الكردستاني ثقله الأساسي في السليمانية وكركوك بمجموع 13 مقعدا، لكن المشاكل الداخلية في الحزب ربما تقلل من نسبته في تلك المناطق المتنازع عليها، لا سيما كركوك وبعض من مناطق نينوى المتنازع عليها. تحالف نشتمان ويضم حركة التغيير كوران التي رئيسها الراحل نوشروان مصطفى في السليمانية، وحصلت في أول انتخابات برلمانية على مستوى العراق على 8 مقاعد. كما ينضوي ضمن تحالف نشتمان أيضا الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي حصل على 5 مقاعد بالانتخابات السابقة ولديه شعبية لا بأس بها في مدن الإقليم، فضلا عن تحالف العدالة والديمقراطية الذي يتزعمه السياسي برهم صالح. هناك أحزاب أيضا دخلت في السياق الانتخابي لكن فرادى، كحركة الجيل الجديد الذي والتي تتميز عن أقرانها بوجود وجوه شابة كشاسوار عبد الواحد. يتذيل قائمة القوى الكردستانية بعض الأحزاب الصغيرة كالحزب الشيوعي الكردستاني وحزب الكادحين والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية الكردستانية. إذن كانت هذه نبذة عن ما حصل من انقسام في البيت الكردي. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا لهذا الحدث الانتخابي الذي يحصل في العراق. كثير من التساؤلات تدور حول ما إمكانية التصويت بكل سلاسة، ماذا يدور في رأس مفوضية الانتخابات في أن تشكل ربما مانعا يمنع الذين ينوون أن يبعد هذه الانتخابات عن طريقها الصحيح.
أبقى مع ضيوفي في الأستوديو الدكتور جاسم الشمري وكذلك في من أربيل السيد صبحي المندلاوي، إن كان متواجدا السيد صبحي. سيد صبحي هل تسمعني؟ طيب هناك هناك كلام يدور حول عدم إمكانية تشكيل حكومة بشكل مباشر بعد ظهور نتائج الانتخابات، ما الذي تنظر إليه في هذا القول؟ نعم بالتأكيد، باعتبار أن كل الكتل ستخسر مقاعد ولا تحصل على المقاعد التي سبق أن حصلت عليها، وذلك لعدة أسباب أهمها بروز بعض الأحزاب الناشئة، وأيضا هناك الناخب العراقي، أيضا هناك عزوف الكثيرين من الناخبين عن المشاركة بعد الأخطاء والأزمات السياسية المتلاحقة وعدم حل مشاكل العراق. باعتقادي أن تشكيل الحكومة سيتطلب وقت طويل، وبالدرجة الأولى سيتطلب توافق سياسي، لا يمكن إغفال دور أي قائمة أو كتلة أو ائتلاف في الانتخابات القادمة، لا يمكن لأي ائتلاف وحده أن يشكل الحكومة، لذلك لابد من التوافق السياسي، وأعتقد أن الكرد سيكونون هم بيضة القضبان في هذه في المرحلة القادمة، باعتبار أن الصراع الذي سيكون في بغداد على موضوع رئاسة الحكومة سيتطلب أصوات الكرد وأيضا الأخوة السنة، ولذلك لابد من أن يكون هناك توافق سياسي بين، وذلك سيتطلب وقت ربما يكون طويلا. طيب دكتور جاسم، ما رأيك في هذا الموضوع؟ هل هناك صعوبة في تشكيل أحزاب أو تشكيل حكومة عفوا بعد الانتخابات إلى ما يعود إلى الاقتتال ربما كما حذر منه المالكي؟ أنا أعتقد أن قضية رئاسة وزراء ربما يمكن القول أنها محسومة لحزب الدعوة سواء كان المالكي أم العبادي، هذا الأمر ربما يمكن أن نقول عنه من المسلمات تقريبا في المستقبل، لكن الإشكالية في من سيعترض من القوة الحاملة للسلاح على هذه النتيجة، هنا تكمن الإشكالية. يعني قبل هذا ما سيؤخر تشكيل الحكومة بالضبط، أما هي محسومة لطرف وهو حزب الدعوة بموجب الاتفاق الذي تحدثنا عنه قبل قليل بين نوري المالكي والعبادي، وردني قبل قليل أن هنالك تشابك بالأيدي بين أتباع السائرون والفتح في محافظة النجف، وهذا يعني أن هنالك تأزيم شعبي بسبب التحشيد الإعلامي وربما الفتاوى الصادرة من هذا الطرف أو ذاك ضد قوة معينة. هذا الأمر يقود حقيقة إلى تعقيد المشهد السياسي بعد إعلان النتائج. أنا أتوقع أن النتائج لن تعلن قبل أسبوعين من تاريخ انتهائها، يعني اعتبارا من مساء اليوم، ذلك بسبب أنه يعني تعودنا في الانتخابات الماضية أن النتائج تعلن بعد التوافق بين واشنطن وطهران على أسماء محددة أن تكون هي الأقوى في الساحة العراقية. أما قضية الديمقراطية وصناديق الاقتراع وأجهزة العد الإلكتروني، أنا أعتقد هذا نوع من اللعبة الإعلامية التي يراد منها أن يكذبوا كذبة كبيرة ونصدقها. لا توجد ديمقراطية في العراق، بدليل اليوم هنالك مئات أو عشرات الآلاف من المعتقلين بسبب يعني مواقف يعني بسيطة، ربما بسبب رأي، بسبب أنهم من أبناء مناطق محددة. في الحالة الديمقراطية ينبغي أن نوجد أرضية للديمقراطية قبل أن نتحدث عن الديمقراطية عبر الإعلام. لو أجرينا استفتاء بين العراقيين اليوم، ليس على من سيكون رئيسا للحكومة أو نائبا في البرلمان، هل هنالك ديمقراطية في العراق أم لا؟ أنا متأكد أن النتائج ستكون مخيفة جدا، ربما سنجد نسبة ما لا تقل عن 90% يؤكدون أنه لا توجد ديمقراطية في العراق. إذا كانت أمريكا وإيران تتباحث حول من سيكون سياسيا مستقبلا في العراق، لماذا تنتظر الانتخابات؟
هي الانتخابات هو إرادة أمريكية، أمريكا هي التي قلبت المشهد العراقي بعد عام 2003، وبالتالي هي تريد أن تؤكد للجميع أنها نجحت في إدخال الديمقراطية في العراق. وأنا أعتقد أن الكل ملزمون بموجب الإرادة الأمريكية على تمرير هذه اللعبة الديمقراطية. ما هو برأيك شكل التحالفات المقبل؟ هل سنشهد تحالفات ربما جديدة مفاجئة؟ ربما هذا الأمر متوقع في حالة إن لم يحصل العبادي والمالكي على ما يؤهلهم لتشكيل حكومة، وربما سنشهد تحالفات من هذا النوع. أما حتى اللحظة لا يمكن حقيقة إعطاء تحالفات محددة، هنالك اليوم تداخل في هذه الكتل. نحن نتحدث عن 320 حزب وكتلة وكيان من أجل 328 مقعد، هذا يعني تقريبا كل كيان عليه أو حزب عليه أن يخرج أو مرشحا واحدا. هذا أمر حقيقة معقد جدا. يعني لو تحدثنا عن دولة مثل تركيا يوجد فيها قرابة 15 حزب، منها 4 أحزاب فقط داخل البرلمان والبقية خارج البرلمان. اليوم نتحدث في العراق عن أكثر من 180 حزب. هذه حقيقة نوع من الفوضى الديمقراطية، نوع من الانشطار الديمقراطي غير مبرر. هم يريدون أن يقولوا للعالم أن هنالك ديمقراطية، وفي الواقع لا توجد ديمقراطية حقيقية في العراق، لأن الواقع في العراق يؤكد غياب الديمقراطية بسبب الاعتقالات العشوائية، بسبب تغول قوى حاملة للسلاح في المشهد العراقي. الديمقراطية تبنى بدولة مواطنة، وهذا الأمر حقيقة غير موجود في الساحة العراقية. وعليه أنا أعتقد نحن أمام كذبة كبرى، هي كذبة الديمقراطية في دولة مهمة وعظيمة مثل العراق. طيب دكتور جاسم، هذا الخبر ورد تواً، أطراف في المقدادية كالمخيسة تتعرض لضربات في الهوان، هناك قتلى وجرحى في هذا مع الأسف. والله يعني نحن لا نتمنى، يعني نتمنى سلامة لأهلنا في عموم العراق. هذا الأمر يعني أن الحكومة مقصرة في تأمين المراكز الانتخابية، وتبقى المسؤولية الكبرى على عاتق الحكومة. الحكومة ذكرت بالأمس، وقيادة عمليات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ذكروا جميعهم أنهم أمنوا المراكز الانتخابية. معلوم أن هذه الهوانات تضرب من مسافات ربما هي ما بين 5 إلى 3 كيلومتر، هذا يعني أنهم لم يؤمنوا المناطق المحيطة بالمراكز الانتخابية. وهذا الأمر ربما مع الأسف يمكن أن نقول كما قلنا في البداية، هنالك أمور رتبت أو دبرت بليل، وربما هذا الأمر يدخل ضمن هذه. هل هو تخويف فقط للناخبين، أو ربما هناك محاولة للسيطرة على مراكز؟ هي محاولة. اليوم هنالك المشهد في ديالة تحديدا، يعني بلغتني عشرات الرسائل التي تؤكد حالة الربكة والسيطرة التامة من قبل ميليشيات محددة في الساحة العراقية، في ساحة محافظة ديالة على المشهد الانتخابي. يعني معلوم اليوم هناك نسبة ليست قليلة، يعني مع الأسف نحن لا نريد أن نتحدث عن السنة والشيعة. اليوم هنالك تهجير لأبناء يعني مناطق محددة، وهنالك بقاء لأبناء مناطق محددة. هؤلاء اليوم يعني غير المهجرين يعني يصوتون بأريحية تامة، وأبناء المناطق غير يعني المناطق المهجرة هنالك ضغط عليهم، هنالك ضرب بالهاونات، هنالك يعني تهديدات. يعني بالأمس حينما نعود إلى تحذير السفارة الأمريكية أن هنالك هجمات، تخوفات من هجمات في بغداد، وحددت مناطق أم القرى والغزالية، لم يبقى إلا أن يحددوا أسماء الأشخاص الذين سيقومون بالهجوم. وهذا أمر حقيقة غريب جدا. وبالتالي أنا أرى أن الحكومة مقصرة، وقيادات عمليات في ديالة مقصرة جدا في هذا الجانب، ويفترض أن يسعوا من أجل حماية الناخبين المقتنعين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. طيب أنتقل إلى السيد صبحي. السيد صبحي، برأيك كيف تنظر إلى شكل، كيف ستكون التحالفات المقبلة؟ تقصد في العراق أم في كردستان؟ بالتأكيد في العراق بشكل عام، بعد الانتخابات، بعد صدور النتائج، من برأيك سيتحالف مع من؟ كيف ستشكل الحكومة بشكل عام؟
يعني أعتقد أن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد هذه التحالفات، باعتبار أن يعني هناك ربما ستجري تغيرات، وربما أجمع حتى ضيوفك هنا كل الأحزاب والقوائم سوف لا تحصل على العدد الكافي لتشكيل أغلبية سياسية مريحة، وبالتالي النتائج هي التي ستحدد شكل التحالفات المقبلة. ولكن بالتأكيد كل الأحزاب والكيانات والائتلافات ستحتاج إلى توافق سياسي فيما بينها لتشكيل حكومة توافقية، ربما ستكون هذا طبعا كما استثنى يحتاج إلى وقت وتحالفات، ربما حتى القوائم الصغيرة سيكون لها نصيب في هذه التحالفات، باعتبار أن الكل سيحتاجون إلى الصوت الواحد ايضا او المقعد الواحد في الانتخابات، في نتائج الانتخابات، وبالتالي ربما سيكون للائتلافات الصغيره ايضا نصيب في هذه التحالفات. لابد من وجود توافق بين الجميع، وكما قلت لك بان الكرد ايضا هم سيكونون بيضة القبان في هذه العملية. كل التحالفات سيحتاجون إلى الكرد وكذلك إلى أطراف من السنة، وخاصة كما أعتقد مشروع أو القرار باعتبار أنه سيتصدر المشهد السياسي السني في المناطق التي ترشح فيها. كيف تنظر إلى المشهد الكردي العربي بعد الانتخابات؟ هل سيتوجه إلى التهدئة بشكل أكبر؟ يعني المؤشرات تشير إلى التهدئة وإلى محاولة الوصول إلى يعني حوار جدي بين بغداد وأربيل، باعتبار أن الكل يرغب بهذا الحوار ولابد من هذا الحوار، لأنه الحوار هو السبيل الوحيد لحل الإشكالات وحل الأزمة السياسية. حكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها الكامل للحوار وفق الدستور، وبغداد ربما بالرغم من بعض الخطوات الخجولة في هذا الاتجاه، ولكن أيضا نعتقد أن بعد نتائج الانتخابات سيكون هناك حوار جدي، ومن مصلحة الجميع أن يتوصل الأطراف في بغداد وأربيل إلى حلول جذرية للمشاكل العالقة، وطبعا بالاعتماد على الدستور. ذكرت قبل قليل، تحدثت عن الأحزاب الصغيرة ربما يكون لها حظوظ في الانتخابات، سيكون لها حظوظ إن لم يكن هناك تزوير أو كان هناك تزوير؟ يعني موضوع التزوير ربما سيكون أقل في هذه الانتخابات بعد أن تم الاستعانة بالأجهزة الإلكترونية، ربما سيقلل من موضوع التزوير، ولكن بالتأكيد هذه الأحزاب التي ذكرناها الائتلافات الجديدة أو الصغيرة هذه سيكون لهم دور، باعتبار أنهم يتعكزون على موضوع المجرب لا يجرب، وأيضا الأخطاء التي قامت بها الأحزاب الكبيرة وخاصة التحالف الوطني، وبالتالي هذه الأحزاب سيضيفون بحصولهم على مقاعد سيكونون أيضا رقم مهم للاستعانة بهم في تشكيل أغلبية أو ائتلاف أكبر يجمع أكثر الأحزاب. طيب دكتور جاسم، ما رأيك بالوجوه الجديدة؟ كيف ممكن أن تحصل على مقاعد؟ كيف لها أن تنجح بسهولة وتصل إلى البرلمان؟ لا شك أن الأحزاب المتغولة في الساحة العراقية والشخصيات يعني المسيطرة على العديد من الملفات في العراق لا يمكن أن تغيب جميع هذه الشخصيات بسهولة، ربما سيتم التضحية ببعض هذه الشخصيات التي ضعف دورها في المرحلة الماضية، وربما يتم الاتفاق معها على أن تأخذ مناصب أخرى خارج البرلمان. أما قضية الوجوه الجديدة، حقيقة القضية ربما سيتم تصعيد بعض الوجوه الجديدة من بعض الأطراف، وهذا لا يمكن أن يتعدى أكثر من 20 نائبا جديدا، والغالب العام هم سيكونون
الوجوه القديمة، بالذات مع عدم وجود انتخابات حقيقية. أنا يعني أستغرب من كلام الأخ الزميل من أربيل يقول أن يعني التزوير سيكون أقل في هذه الانتخابات. نحن استشهدنا بكلام نائب رئيس الجمهورية المتخوف، وهو نائب رئيس الجمهورية، من تزوير وتغيير للنتائج في هذه الانتخابات. ربما متأكد بشكل كبير. نعم هو متأكد، لا يتكلم من فراغ، وهو ربما هو متخوف على مستقبل حزب الدعوة في بقائه مسيطرة على المشهد السياسي في العراق عن طريق البرلمان وعن طريق رئاسة الوزراء. إذن القضية قضية التخوفات من يعني تزوير، هذا الأمر واقع ومعلوم. تحدثت مع بعض المدراء في المراكز الانتخابية، قالوا لدينا القدرة على التزوير، يعني القضية ليست بهذه الدقة وهذا يعني الإمكانيات بأنه لا يمكن التغيير. إذن هنالك قدرة على التزوير على الرغم من وجود هذه الصناديق. وردني قبل قليل أنه في محافظة ذي قار هنالك عزوف كبير جدا عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وهنالك سيارات بيك أب يعني تحمل مكبرات صوت تدعو المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع وتذكرهم بداعش وأيام داعش، وكأن القضية فيها نوع من التنفير الطائفي على يعني على المشاركة في الانتخابات. وهذا مؤشر يؤكد على أن العراقيين جربوا هؤلاء، وبالتالي هذه التجربة أثبتت أنهم لم يكونوا رجال دولة ولم يكونوا رجال مرحلة. وعليه لا أعتقد أن المواطن العراقي غير المتحزب يمكن أن يكون أداة سهلة بيد هؤلاء، يمكن أن يشارك معهم في أن يبقوا لأربع سنوات جديدة في تدمير العراق. القضية قضية قناعة شعبية عراقية بعدم جدوى المشاركة في هذه الانتخابات، وأنا أتحدث عن المقاطعين، ذلك لأنهم يقولون أن العملية هي عملية ليست ديمقراطية، هذا أولا. ثانيا غالبية الوجوه هي وجوه مجربة، وعليه لا يمكن أن نتوقع أن هؤلاء ينقلبوا إلى ملائكة بين ليلة وضحاها. نحن جربناهم، جربنا شيطنة هؤلاء بالأمس القريب، وعليه لا يمكن أن نتوقع غدا أنهم يصبحوا ملائكة. ما هي توقعاتك لحظوظ تيار الحكمة بعد أن انسحب من أو انفصل عن المجلس الأعلى؟ أنا أعتقد أن تيار الحكمة ربما سيبقى يعني مستحوذا على بعض المقاعد، ربما بين 5 إلى 8 ربما إلى 10 في أعلى تقدير، ولا يمكن أن يحصل على أكثر من هذا. طيب أنتقل إلى السيد صبحي. سيد صبحي، دعوات كثيرة لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري لمقاطعة مجلس النواب قبل فترة، وأن يمنع التصويت لأي فاسد، وسنخرج بمظاهرات مليونية لإسقاط الحكومة إن تم انتخاب فاسد. اليوم التيار الصدري يشارك بائتلاف سائرون، ما تصوراتك حول هذا الائتلاف؟ ما الذي ممكن أن يحققه هذا الائتلاف؟ يعني فقط دعني في البداية أن أعقب على ما قاله ضيفك في الاستوديو حول موضوع التزوير. يعني أنا أشرت إلى أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ربما سيقلل من حجم التزوير المعتاد عليه في الانتخابات السابقة، وأعتقد أن تصريح السيد المالكي لا يمثل يعني توجه بأن هناك فعلا تزوير كبير سيحدث، وإنما أعتقد أن أنظر إليه من ناحية أنه ربما هو يشعر بأنه سوف لا يحصل على عدد المقاعد الذي ربما يتوقعه، وبالتالي سيلجؤون إلى موضوع الاعتراض وموضوع التزوير، وأعتقد أن هذه الأمور ستحلها المفوضية. ولكن استخدام الأجهزة هو بحد ذاته ربما سيقلل من حجم التزوير. أعود إلى موضوع قائمة سائرون.
أعتقد أن قائمة سائرون والسيد مقتدي الصدر حقيقة له أرضية جماهيرية شعبية كبيرة، وله قدرة على التأثير على الساحة السياسية العراقية، وهذا أمر معروف يعني مما شهدناه من مظاهرات كبيرة ومن حضور جماهيري كبير. وبالتالي أعتقد أن السيد مقتدي الصدر أو قائمة سائرون سيحصلون على العدد الكافي ومهم لدخولهم في المعترك الانتخابي، وسيكون لهم دور في تشكيل الحكومة، ولكن بالتأكيد سيحتاجون أيضا إلى توافقات سواء مع خاصة مع الكرد والسنة أيضا، باعتبار أن لهم خلافات في داخل التحالف الوطني. أعتقد أن قائمة سائرون سيكون لها نصيب من كبير من التصويت الشعبي لهم، وموضوع أنهم سيخرجون بمظاهرات يعني هذا أمر أصبح ربما شبه طبيعي، وسيكون لهم تأثير على الشارع العراقي. شكرا لك السيد صبحي المندلاوي المحلل السياسي، كنت معنا من أربيل. كما في نهاية هذه التغطية أشكر ضيوفي في الأستوديو الدكتور جاسم الشمري المحلل السياسي، وكذلك من عمان الدكتور باسل حسين مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبد الرحمن المشهداني رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخابات من بغداد. كما أشكر مراسلينا الذين انضموا معنا من بغداد فراس الدليمي ومن الفلوجة سلام خالد ومحمد سالم من الموصل، وكذلك سعد الركابي من ذي قار. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية حول الانتخابات العراقية. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.